الأول، هل كشف العين يعني المنطقي بقى رؤية يعني، ده في شيء في حرج يعني أو في حاجة؟ رؤية العين؟ يعني أنا لسه متعب، بس مش بس الفيشة اللي هي بتلف على العين، لأن لا أنا يعني نظري يعني مش بشوف أوي يعني لا فيه مفيش يعني. مشكلة إذا كنت نظرك ضعيف، لا بأس حينئذ.